وزيرك وري وزارة مدحتوية دا حكومة دي مدحوين السينايو محمود حاشا عبدي ايا مركي وقوه الرئيسة عدية ايني يقو هكيا مشروع بي يبلان انت حنبا ويني مشروع عيسو امال قرين ايسيد دولة امارات كعربتو كدي مركي ايا هريا ما ملحوم ايا قرشلان ايسيد وزيرك الشاغي هذا الكن ايو وزيرك كشاغي مناسبة لقود دافر ايا وچي غلبات بي يبلان انت عاسمة دا قاسو امال قرين ايسو دولة دا شرمالكو وعن مغلي يدي سيخ خلدان وترجم ايا مشروعي حنبا ويني وحل عقو الدولة دا سومالينا لودي بي مشروع لعجان وارجنيني مشروطه وعن شعب الشمال لانو عضيننا مشروع عاسو حرجادي فرصة محمو دراسة حمو يفرصة محمو دراسة حمو الرجادي سيو بيميل عن صحي لو بدني أنا كتشرين با دولة الإمارات كتيرك صح لو الصارية اللي نكو عاوني لعجلا سجل مليون كدو فرصة محمو الرجادي سيو مورن يخلاف لحدينا باكسو بحي مشروع عاس حكومة هون تشوتشيني سنتك لبدي كنية تطوضي أي مشروع بي يقرين تيحن بوين بلامي يداي وقت قاسي تلاد وطن كهو قامين سي حكومة دي تاهر يارا كاهن أصي يشي مركي أي تلاد لوريك تي حكومة دي مدحوين السيلانيو أي مشروع عاسي سعون وأي إسلام مركز نبوق إيا هذا الحين بدني أي هاري سي مشروع عنو قيبة كميدة لهير قرية أي وحا لقضي لبي يطبن عيل بيوت يدو لسمي يقود كي لديك يبابك بيها سوق عرسين يا عاصمة هر قيسة waxaa kaloo la sheegayaa in ilaa hadda ay dadka berbera yaalaan 4 ee taageero loogu talagalay keydka biyaha iyo qalab kale loogu talagalay hirgelinta keydka biyaha sidoo kale mashruucan ayaa la sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor yimid ay ka mid ahaayeen muran ka yimid jihada dhuumaha biyaha laga soo gelinayo magaalada Hargeysa mashruucan oo ay ku baxay si malaayiin dollar lana doonayo in biyo lagu gaarsiiyo dadka ku dhaqan caasimada ayaa gabi ahaanba fashilmay taas oo ay hadda mas'uuliyadda qaadatay xukuumadda hore sidoo kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa bilowgii madaxweynadeeda shaacisay inuu fashilmay mashruuca biyaha xunbaweyne waxana sidaas cadeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliya Sareban Cali Koore isku soo wada duuba arrimaha iyo hadalka wasiirkii hore ee madaxtooyada ayaa cadeynaya in fashilka mashruuca biyaha xunbaweyne ay dumada ku qaadatay xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo Maxamed Xasan Daacad Sab TV Hargeysa